السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه التصحيح ديال الدوره الاستدراكيه 2018. اذا نبداو مع التمرين الثاني ديال الاعداد العقديه. السؤال الاول كيقول حل في مجموعه سي المعادله التاليه. هذه المعادله كتفكرنا بالمعادله اللي فات لينا ديجا شفناها، دونك اكس كاري زائد بي اكس زائد سي كتساوي صفر، ولكن الاختلاف اللي كاين هنا هو ان بلاصه اكس يعني متغير اللي حقيقي، مابقاش عندنا اكس ولا عندنا زد اللي هو متغير عقدي، ولكن رغم ذلك غتبقى لا ميم شوز يعني نفس النمط، يعني غادي نكالكوليو دلتا اللي هو بي او سي 2 ناقص 4 ا سي، اذا نفس طريقة الحل. اذا بي لاحظوا معايا بي في هاد الحالة هو ناقص جوج جذر جوج، اتونسيون كناخدوه مع الناقص، دونك ناقص جوج جذر جوج الكل او سي 2 ناقص 4 في ا هي واحد و سي هي 4، دونك ايتيغال شنو هي هادي جوج جذر جوج كل اس 2 ناقص بتمشي هي 8 ناقص 16 ايتيغال موان 8. اذا هنا فيما سبق فاش كنا كنخدمو في المجموعة ار كنا كنقولو بان هاد المعادلة ليس لها حل لان دلتا سالب قطعا. علاش؟ لان في الحلول اللي كنا كنلقاو في الاخر اللي هما الحلول التالية، دونك اكس واحد اللي هي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا، و اكس جوج هو ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا. اذا في هاد الحلول هادو مكناش كنقدرو نحسبو جذر دلتا لان دلتا سالب، مكاينش حاجة سميتها جذر ديال ناقص 8، سا نيكزيستو با، داكوغ. ولكن هنا في المجموعة سي هاد العدد ناقص 8 وخا سالب نقدرو نكتبو على شكل أس 2، باستعمال اش؟ باستعمال داك العدد إي اللي هو دونك المربع ديالو كيساوي ناقص 1. إذا ناقص 8 بتكون هي شحال؟ هي تو سامبلومون جوج جذر جوج فوا إي الكل أس 2، دونك إي أس 2 بتعطينا ناقص 1 وجذر جوج أس 2 بتعطينا 8. اذا احنا استطعنا نكتبو ناقص 8 على شكل عدد اس 2. اذا في هذه الحاله غادي نقولوا اذا للمعادله حلين عقديين، وهاد الحلين العقديين غيكونوا مترافقين هما. دونك بلاصه اكس واحد بيان سور اون فا شونجي اكس بار زد، لان المجهول اللي عندي هنا ماشي هو اكس انما زد، وهنا ايضا غادي نشونجي هاد جذر دلتا، دونك ما غاديش تبقى جذر دلتا، دونك غادي نعوض مباشره ناقص بي، ناقص بي هي جوج جذر جوج. شكون هو جذر دلتا؟ اذا في هاد الحاله جذر دلتا غادي نعوضو بهاد العدد اللي لداخل هنا، اللي لداخل اس 2 هي جوج جذر جوج فوا اي، وجوج فوا ا هي جوج فوا واحد، وهنايا دونك المرافق ديال هاد العدد دونك بيكون جوج جذر جوج بلاصة ناقص غنديرو زائد فوالا مقسوم على اثنان. اذا تكافئ زد واحد كيساوي، اذا نقدرو نعملو بجوج الفوق جوج جذر جوج، دونك ونختزلو بتبقى لينا جذر جوج عامل واحد ناقص اي. والحل الثاني غيكون المرافق ديالو هو جذر جوج عامل واحد زائد اي. وما ننساوش اننا خصنا نختمو باس لان السؤال هو حله، اذا اس تساوي جذر جوج، غنسبقو الحل اللي بغينا، انا ما عندناش مشكل لان ما عندناش ترتيب في السي، اذا ما يمكنناش نقولو ان هذا هو اللي كبير ولا هذا هو اللي صغير، ولكن غادي نحطوهم بجوجهم فوالا ومينو احنا حلينا هاد المعادله. لاحظوا معايا كاين واحد المؤشر اللي كيعطيونينا دائما ملي تيسبقوا لينا هاد المعادلات باش كنتاكدوا ان الحل ديالنا صحيح. اذا 100% هاد الحلول اللي كنلقاو واحد فيهم، لان دونك بجوجهم مترافقين واحد فيهم او بجوجهم دونك نقدر نلقاوهم. دونك هنا لاحظوا معايا ها هو جذر جوج عامل هو ا، داكور فوالا، دونك هو اللي بيخدموا به السؤال الموعد. اذا السؤال ندوزو السؤال الثاني، ثانيا فوالا ثانيا نعتبر في المستوى العقدي النقطة أ ذات اللحق و إغ الدوران الذي مركزه و زاويته بي على 3، ألف أكتب على الشكل المثلثي أ العدد أ.
هنا كاين بزاف ديال الطرق. دونك واحد المسألة اللي كنلاحظو هي ان ا دونك تكتب على الشكل جذر جوج عامل واحد ناقص اي. اذا يكفي نلقاو الشكل المثلثي ديال واحد ناقص اي، متفقين؟ دونك واحد ناقص اي المعيار ديالها هي جذر واحد زائد ناقص واحد اوكاري، وهنا واحد اوكاري بيان سور هي جذر جوج. دونك واحد ناقص اي تساوي جذر جوج عامل جذر جوج على جوج ناقص جذر جوج على جوج اي. فوالا، وهنا بطبيعة الحال دونك جذر جوج عامل دونك الكوسينوس الزاوية اللي الكوس ديالها هو جذر جوج والسينوس ديالها ناقص جذر جوج على جوج ما هي إلا ناقص بي على أربعة. دونك جذر جوج ناقص بي على أربعة. علاش كيفاش تقدر تعرفتها؟ أول حاجة دونك سواء باستعمال الجدول ديال القيم الاعتيادية ديال الزوايا عرفت بأن الزاوية اللي كوسينوس ديالها جذر جوج على جوج الزاوية الرئيسية والسينوس ديالها هو جذر جوج على جوج هي بي على أربعة. ولا باستعمال الكالكلاتريس نقدرو نديرو لا فونكسيون ديال أرك موان كوسينوس موان زا باردون الكوس موان زا وندخلو القيمة ديال جذر جوج على جوج ونديرو باستعمال شيفت والكالكلاتريس غترجع لك. إذا غتكتب لك هاد النتيجة واحد على أربعة في بي. ولكن رغم ذلك الكالكلاتريس اش كتعطيك؟ كتعطيك فقط القيمة اللي كاينة في هاد الربوع اللي هي بي سور كات. إذا ماشي هي القيمة النهائية. باش غادي نعرف القيمة النهائية لناخد بالإشارة. دونك الكوس سالب الكوس موجب عفوا اللي هو جذر جوج على جوج. نعم، إذا الكوس موجب والسينوس سالب. اذا السينوس سالب، اذا فين هو الربع اللي غادي يكون موافق لهذا؟ هو هذا. اذا الزاويه غادي تكون هي ناقص بي على 4 هي الزاويه اللي كنبحث عليها. نعم، مازال ما كملش. علاش؟ لانني يلا لقيت الشكل المثلثي ديال واحد ناقص اي. اذا ممكن نستنتج دابا مباشره الشكل المثلثي لي دونك اذا ا هي جذر جوج عامل واحد ناقص اي، متفقين؟ الشكل المثلثي ديال اي عدد حقيقي هو دونك المعيار ديالو هو جذر جوج في هذه الحاله جذر جوج والزاويه هي صفر لان العدد موجب المعيار ديالو هو صفر فوا ولا تو سامبلومون تو سامبلومون هنايا هذا العدد موجب دونك جذر جوج في دونك جذر جوج ناقص بي على 4 اللي هي جذر جوج في جذر جوج كوسينوس ناقص بي على 4 زائد اي سينوس ناقص بي على 4 تساوي. اذا جذر جوج جذر جوج بتعطينا اثنان عامل كوسينوس ناقص بي على 4 زائد اي سينوس ناقص بي على 4 فوالا. اذا ومنه ا، اذا غنكتبو النتيجة بلون اخر. دونك اذا ا الشكل المثلثي ديالها هي اثنان ناقص بي على أربعة فوالا. نومينو تحقق إذا أكتب على الشكل المثلثي ها هو كتبناه. تحقق من أن لحق النقطة بصورة صورة النقطة أ بالدوران هو إذا هنا نطلب منا نلقاو صورة بي صورة أ عفوا بهذا الدوران. لاحظوا معايا أ النقطة أ صورة أ يعني أ النقطة ب هي المضاف وصورة النقطة أ المضاف إليه، وبالتالي شكون اللي غتكون الصورة هي بي. داكور دونك ب ندوزو عند السؤال ب. اول حاجه اذا غادي نكتبوا الكتابه العقديه ديال الدوران او لا نقولوا مباشره لدينا لا روتاسيون دو ا ايتيغال ا بي سي سولمون سي ايكيفالونت يعني صوره ا بالدوران ار يساوي بي اذا وافقت اذا كان ماذا. دونك لاحظوا معايا اذكر بان الصيغه هي زد بريم اوميغا كتساوي اكسبونونسييل اي تيتا عامل زد موان اوميغا صافي. دونك هنا زد بريم شكون اللي كيمثلو؟ كيمثلو هو بي. دونك بتي بي موان واوميغا شكون هو؟ هو اللحق ديال المركز. المركز هو او، اذا صفر
يساوي الاكسبونونسيال اي ديال بي على 3 اللي هي زاوية الدوران عامل زد. شكون اللي تيمثل الزد هنا؟ ا. دونك بتيتا موان صفر. دونك سوسي ايكيفالون ادير كو بي كتساوي اكسبونونسيال اي بي على 3 دافقين اللي هو دونك اللحق ديال اللي هو الشكل المثلثي ديالها هي واحد بي على 3 فوا ا اللي هو الشكل المثلثي ديالو بحال لقيناه جوج ناقص بي على 4 فوالا. هنا غادي نستخدم دوك العلاقات ديال اذا جداء جداء عددين عقديين دونك معرفين بالشكل المثلثي ديالهم دونك المعيارين كيتضربوا في بعضياتهم واش كيوقع الزوايا كيتجمعوا. دونك هنا بي على 3 بتكون زائد ناقص بي على 4 الوغ تكافي. اذا في الاخير غادي نلقاو بان بي دونك هنا جوج وهنا الى وحدنا المقامات وبسطنا بغينا نلقاو بي على 12 يكافي. ومن هو دونك بي غادي نكتبها النتيجة النهائية. غادي نفصل دابا هي جوج عامل كوسينوس بي سور 12 زائد اي سينوس بي سور 12 فوالا. هنا غادي نذكر جوست يعني تذكير ان العلاقة اللي استخدمتها هي زد واحد فوز زد جوج كتساوي دا المعيار ديالهم والمعيار ديال زد واحد فوز المعيار ديال زد جوج والارغيمون ديالهم اش كيوقع لها كيتجمع هو الارغيمون زد واحد زائد الارغيمون زد جوج فوالا. هادو دونك علاقات. رجعو شوفو واش تأكدو واش هي هاديك النتيجة اللي بغاو. نعم هي هاديك النتيجة اللي بغاو. اذا بي تساوي ثالثا ألف نعتبر نقطة السين التي لاحقها واحد زائد اي بين ان بي اس اثنان زائد ناقص سي اس اثنان كتساوي جوج جذر ثلاثة. اذا هنايا دونك ثالثا كيس كون غا فار دونك تخوازيامون ألف اول حاجة غادي نحسب هي بي اس اثنان و سي اس اثنان. دونك شحال كتساوي بي اس اثنان؟ بي اس اثنان هي جوج بي على 12 الكل اس 2 وهنا العلاقه دونك بحال الجداء اش كتساوي؟ كتساوي جوج اس 2 وهنا جوج مضروبه في بي على 12 اذا بتكون هي 4 بي على 6 وهنا نشرنا هاد دونك بتكون هي 4 عامل كوسينوس بي على 6 كوسينوس بي على 6 هي جذر 3 على جوج زائد 1 على جوج فوا اي فوالا. نقدر نختزل بجوج هنا بتبقى جوج عامل جذر 3 زائد اي بالنسبة لسي اس 2 الوغ سي اس 2 تساوي 1 زائد اي الكل اس 2 اللي هي متطابقة هما دونك هي 1 زائد جوج اي ناقص 1 غتمشي 1 مع ناقص 1 بتبقى جوج اي. دونك إلا درنا بكاري موان سي كاري هي شحال بتعطينا؟ هي جوج جذر 3 زائد جوج اي هادي هي بي بي اس 2 من شرطها ناقص سي اس 2 هي جوج اي دونك جوج اي بتمشي مع جوج اي بتبقى لنا جوج جذر 3. اذا غنكتب هنا النتيجة ومنه بي اس 2 ناقص سي اس 2 كتساوي جوج جذر 3 فوالا. هادي هي النتيجة. شوفوا السؤال الموالي لتكون تي الإزاحة. لاحظوا معايا هنا كي قلت البارح بأن الإزاحة عطاو هاد السنة ديال 2018 عطاو جوج ديال التحويلات في المستوى اللي هما تحويلين اللي هما الدوران والإزاحة. إزاحة بسيطة دونك لتكون تي الإزاحة التي متجهتها أو سي والنقطة دي صورتها ببي صورته ببي عفوا. إذا هنا عندنا أول حاجة نترجم هاد لو فات نترجم هاد لو فات بأن ألوغ دي هي صورة بي دونك ار تي دو بي كتساوي دي تي دو بي دونك هذا رقم السؤال جو بونس با الوغ لدينا تي دو بي كتساوي دي تكافي. اذا حنا كنعرفو بين قوسين دونك الكتابة العقدة ديال الازاحة هي هادي زد بريم كتساوي زد زائد زائد دونك زد او ديك اللحق ديال ديك المتجهة ديال الإزاحة. دونك هنا شكون كيمثل زد بريم هو دي دونك بتي دي
إشارة فقط، أن ماجيسكول كنقصدو بها النقطة، ولكن مينيسكول هو العدد العقدي لاحقها. الزيت كي كيمثلو هنا هو بي، دونك بتي بي بلس بلس كوا بلس اللاحق ديال او سي. داكوغ، وشنو هو اللاحق ديال او سي؟ اللاحق ديال او سي هو بتي سي ناقص صفر، بتي سي ناقص صفر اللاحق ديال او سي اللي هو سي. دونك دي كتساوي بي زائد سي. هدي اول حاجة. ولكن شنو مطلوب لينا؟ مطلوب قال لك سيدي بين ان او دي المسافة. اذا ولدينا ايضا المسافة او دي، اذكر المسافة، دونك مسافة بين نقطتين هو المعيار ديال زد بي ناقص الفرق ديال اللحقين. داكور، هذا هو دونك المسافة. دونك يعني إذا طبقنا هذه القاعدة هنا هي المعيار ديال زد دي، إذا ما غاديش التزم ب يعني بلي نوتاسيون زد دي هو بتي دي ناقص زد او، زد او هو صفر، إذا هو المعيار ديال دي. وحسب السؤال السابق دونك عفوا هكا، إذا غادي نأطر هادي، غادي نأطر هادي، وغادي نأطر هادي، وغادي ندير هنا واحد، وهنا اثنان، وغنقول بين واحد وجوج نستنتج أن، نستنتج أن ماذا؟ أن المسافة أو دي اش كتساوي؟ هي المعيار ديال دي، ودي هو بي، إذا هي المعيار ديال بي زائد سي، لأن دي هذا هو بي زائد سي هنايا. فوالا، احنا لقينا النتيجة اللي مطلوبة. إذا ندوزو، استنتج أن المسافة أو دي فوا المسافة بي سي كتساوي جوج جذر ثلاثة. إذا جيم، لاحظوا معايا التسلسل، يعني داكشي مترابط بيناتو، وبالتالي دونك إذا ساهل، أو دي فوا بي سي نفس الشيء. شنو هي أو دي؟ أو دي هي حسب السؤال السابق، إذا نقولوا حسب السؤال باء اللي هو السؤال السابق، شحال لقينا في المسافة أو دي؟ ها هي، هي هادي، لقينا بأن هي المعيار ديال بي زائد سي فوا. وشحال كتساوي المسافة بي سي؟ هي المعيار ديال سي ناقص بي، داكوغ، ولا بي ناقص سي بحال بحال، لأن هنا المسافة ما كتأثرش إلا قلبنا الترتيب ديال النقطتين. إذا المعيار فوا المعيار نقدروا نجمعو في معيار واحد وندير لداخل لو برودوي الجداء، فوالا بي ناقص سي، وهادي راه مطابقة هامة لداخل، هي بي أس اتنان ناقص سي أس اتنان مطابقة هامة التالتة، فوالا. وشحال كتساوي بي أس اتنان ناقص سي أس اتنان؟ نرجع للصياغة السابقة، ها هي جوج جذر ثلاثة، حسب السؤال ثلاثة أليف. إذا أنا غادي نكتب حسب السؤال ثلاثة أليف، لقينا هي جوج جذر ثلاثة، والمعيار ديال العدد حقيقي تولي هو القيمة المطلقة أيضا ديال هذا العدد الحقيقي اللي هي جوج جذر ثلاثة لأنه موجب. إذا غادي ندير هنا بلون مغاير، وغادي نقول ومنه أو دي فوا بي سي، ومنه كتساوي جوج جذر ثلاثة، وهي النتيجة اللي مطلوبة لنا وهي اللي بغينا. الوغ ندوزو دابا للسؤال، سؤال آخر اللي هو متعلق ب بالدالة. الوغ السؤال، المسألة عفوا، نعم، إذا المسألة لاحظوا معايا أنا راه داروا على 9 نقط، إذا باقيين جوج، لأن دائما المسألة كتحط على 11 نقطة، التحليل كتحط على 11. جوج نقط هاد السنة، هاد السنة في اختاروا أنهم يعزلوا التكامل هاد المرة، موالفين كيعزلوا المتتاليات ولكن يعزلوا التكامل في الاستدراكية. إذا نبداو بركة الله. دونك أولا كبيرة، الدالة المساعدة، الدالة جي هنا، احسب، إذا السؤال ديال محاربة الصفر، هذا اللي كيعفي، هذا هو اللي كيعتق الأساتذة من التقارير، لأن
بيان سور صفر راه ضروري تيكون تقرير في نهار التسعة، ولكن هذا السؤال سهل. دونك جي دي واحد تو سامبلومون، ولكن خصنا نعوضوا بعد على الاقل، ماشي نعطي ماشي النتيجه ندير لها هكا مباشره. دونك على الاقل نعوض زائد جوج الين او كاري واحد زائد جوج الين واحد، وهذا الشيء كله ايكال زيرو. السؤال موالي، من خلال الجدول، اذا قال لك من خلال الجدول، جدول ديال التغيرات، اذا غادي نخدموا بالرتابه ديال الداله جي على كل من المجالين. احنا بغينا الاشاره، اذا على المجال الاول، على المجال، على المجال صفر واحد، نعم لدينا كي دايره الداله جي تزايديه قطعا، تزايديه قطعا بحال، وايضا اكس. اذا الى خدينا اكس في هذا المجال هذا كي غيكون مقارنه مع واحد غادي يكون صغر من واحد، اذا اصغر تساوي واحد. اذا جي دو اكس الى دخلنا جي على الطرفين، دونك هاد العددين تنتميو لهذا المجال اللي فيه جي تزايديه، اذا بيبقى نفس الترتيب. سوسي امبليك كو جي دو اكس انفيريور او ايكال زيرو، رانا نقدروا كاع نقولوا بان عندنا تكافؤ ماشي مشكل. اذا جي دو اكس انفيريور زيرو يعني ان الداله سالبه على هذا المجال. على المجال الثاني، المجال الثاني اللي هو واحد بلس لانفيني، فوالا جي ايضا غادي نكتبوها جي تزايديه قطعا. اذا جي عندها رتبه وحده، ولا نديرو واحد المساله نقدروا نسبقوا كاع حنا الرتبه في الاول قبل ما نديرو هذا المجال. نقولوا لدينا حسب جدول التغيرات جي تزايديه قطعا على المجال صفر بلس لانفيني، داكور، تزايديه قطعا و اكس كيدير كبر من واحد. دونك سوسي ايكيفالون ادير كو جي دو اكس الى دخلناه بيكون كبر من جي دو واحد. سوسي ايكيفالون ادير كو جي دو اكس كبر من زيرو، لان جي دو واحد هي صفر. فوالا، اذا حنا راه جاوبنا على السؤال دابا، لان مطلوب هو الاشاره فقط. الى بغينا نزيدو نكملو يعني نقادو شويه، نقدرو نكتبو مثلا خلاصه اللي هي نوضعو مثلا جدول اشاره داله جي، داكور. اذا جدول بسيط غيكون فيه فقط دونك جوج ديال لي لين مثلا بحال هكا، فوالا. هنا غادي تقسم ديك الرسالة، دونك هنا غادي يكون موجب وهنا غادي يكون سالب، فوالا. هنا غنديرو اكس جي دو اكس صفر، عفوا هنا راه نسيت واحد لابار ديال ما معرفش، وهنايا دونك في واحد كينعدم، وهنا بلوس لانفيني، فوالا. ندوزو السؤال الموالي اللي هو ثانيا، اللي هو الدالة الرئيسية ديالتنا. الو، بالنسبه للداله الرئيسيه المطلوب نعتبر الداله المعرفه وليكن السير المنحنى تحقق ان فوالا. بيبداو لينا اول حاجه، بيبداو بلي ليميت، بيبداو بلي ليميت او بورن. دونك ندير واحد السطر هنا باش يكون داكشي منظم. فوالا، ثانيا الو الف واحد الف عفوا تحقق ان ليميت. لاحظوا معايا هنا ما عطاوناش مساعده، هذا مؤشر على ان الداله ممكن تدخل هذا ليميت، ممكن تخرج ديريكت بدون تغيير الداله، الشكل ديال الداله. ولكن رغم ذلك حنا غادي في الوسخ غادي نعوضوا، يعني غادي نعوضوا في بلس لانفيني، ولكن هادشي في الوسخ اطونسيون الله يرضى عليكم، لان هادشي رياضيا في لا ريداكسيون ما صحيحش. دونك بلس لانفيني ناقص غادي نعوضوا في هاد الداله هادي، ها هي فوالا، ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج في بلوس لانفيني اللي هي دونك كلشي هادشي بيكون بلوس لانفيني، زائد وليميت ديال بلوس لانفيني ديال ان اكس على اكس هي زيرو. دونك هادي بتمشي لزيرو وهادي بتمشي لزيرو، زيرو زيرو ناقص واحد على جوج، اذا شكل محدد، فوالا. اذا شكل محدد، وبالتالي نقدرو نحسبو الليميت مباشرة. إذا نديرو لدينا ليميت عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني ديال إف دو إكس تساوي ليميت عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني ديال إكس موانز أن دومي بلوس أن سور دو إكس كاري بلوس ألين إكس سور إكس لو تو أو كاري إتيكال أ بلوس لانفيني، فوالا.
عفوا انا نسيت لدينا وهنا التعليل. الوغ التعليل داكشي اللي عوضت في الوسخ هو اللي كنعللو. اذا غنعلل غناخد هاد كاع لي تيرم اللي فيهم اكس اللي عوضت فيهم. دونك ليميت كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني ديال اكس هي بلوس لانفيني، وغادي نجمع دوك الاخرين بلوس لانفيني. هنا النهايه المرجعيه هي واحد على اكس كاري، وهنا النهايه المرجعيه طونسيون ما غاديش ندير الين اكس على اكس كولا وسيتنا، لا النهايه الاعتياديه هي الين اكس على اكس فقط اللي هي كتؤول الصفر. اتونسيون دونك هذا الا مشى للصفر بيان سور صفر او كاري راه هو صفر. فوالا لاحظوا معايا هنا النهايه دونك لانفيني لانفيني اون بو با ديسيدي. خصنا نزيدو نكملو ولا نشوفو هما شنو غيطلبو لينا في السؤال الموالي. في السؤال الموالي قال لك بين ان المستقيم دي الذي معادلته مقارب. فوالا اذا عاونوني الله يجزيهم بخير، عاونوني مزيان هنا. دونك عطاوني بان غيكون مقارب مائل، وفقط مطلوب هو ان نحسب. دونك فقط غادي ندير ليميت في بلوس لانفيني دائما ديال الفرق ديال اف دو اكس موان ايكغيك، ونبينها بانها كتؤول زيرو. الوغ لاحظوا معايا الا حيدنا هاد اكس ناقص واحد على جوج من الشكل ديال الداله، شابيشيط بيشيط واحد على جوج اكس كاري زائد الان اكس سور اكس لو تو او كاري، وهاد جوج راه كيؤولو بجوجهم صفر. دونك هنا ماشي مشكل، ما خسر والو انا الا عاودت التعليل. واخا هادشي راه ديجا انا عللته، ولكن سي با غاف. ليميت اكس تنفير بلوس لانفيني ديال الان اكس سور اكس جوجون كيقولوا زيرو. الحاجه اللي بغيت نشير ليها الله يرضي عليكم ان لي الفو بيان فيغ اتونسيون بالنسبه لي ليميت. الوغ لي ليميت الاعتياديين دونك كاين اكس الان اكس، وكاين ليميت ديال الان اكس سور اكس. الوغ هنا يفو فيغ اتونسيون ماشي دائما الشكل الا بانت ليا، لان كاين تلامذ اللي تيحفظوا الشكل الان اكس على اكس تيقول لك ديما هي زيرو. لا اتونسيون هادشي هادي زيرو الا كان اكس غادي لبلوس لانفيني، وهادي زيرو الا كان اكس غادي لزيرو بلوس. داكور اذا فيت اتونسيون عافاكم الاكس فين غادي. فوالا اذا هنا الخلاصه غادي نقولوا التأويل الهندسي، التأويل الهندسي اللي هو سي اف يقبل. نجاوب السؤال راه نصف الجواب. يقبل المستقيم دي، المستقيم دي وغنديرو جوج نقط ايكغيك تساوي اكس موان زان دومي كمقارب مائل بجوار. بجوار شنو هو الجوار؟ الجوار هو تحت الليم اكس فين غادي، هذا هو الجوار ماشي هو الليميت اللي لقيتي. لا اذا بجوار بلوس لانفيني فين خدام انا في اكس بجوار اش. صافي دونك هادو فقط ملاحظات. ندوزو دابا السؤال، السؤال الموالي جيم باقي ما كملناش من هاد الليميت من هاد الجوار ديال بلوس لانفيني. قالك حدد الوضع النسبي جيم. اذا تحديد الوضع النسبي ديال اذا لدينا اف دو اكس ناقص، اذا غادي ننقص هنا غادي ايكغيك راه ديجا فيها اكس، وهنا غادي نخدم باكس. اذا لابد من المكمم مهما يكون اكس، دائما الا بغيت تخدم بشي متغير ضروري من المكمم. هذا الفرق راه ديجا حسبناه هو هذا، ها هو غادي نسطر تحت منه، هو واحد على جوج اكس كاري زائد الان اكس سور اكس لو تو او كاري. اذا لاحظوا معايا بينا نشوفوا الاشاره، الاشاره ديال هذا الفرق ديال هذه المجموعه عفوا، واحد على جوج اكس كاري هذا عدد موجب قطعا، لان الفوق موجب والتحت موجب والفوق دونك لا ينعدي من البسط، وبالتالي هذا العدد هذا موجب قطعا. و الان اكس سوريس لو تو او كاري تا هو موجب دافقين. اذا هنا موجب قطعا غادي نقولوا لان واحد على جوج اكس كاري موجب قطعا، و الان اكس سور اكس او كاري موجب. علاش درت هنا او يساوي؟ لان في واحد تقدر ينعاد من الان واحد راه هي زيرو، ولكن بما ان مجموع عفوا هنا راه موجب قطعا، عدد موجب قطعا لان واحد البسط لا ينعدم، اذا موجب قطعا ما عمرو يساوي صفر، وهذا موجب، اذا المجموع ديالهم بيكون موجب قطعا. وبالتالي اذا شنو كنستنتج؟ ان السي اف فوق دي على المجال
صفر بلس الانفيني، اذا دائما ساي غادي يكون فوقه. نقدر كاع باش نتاكد، عفوا باش نزيد نقاد المساله، نقدر ندير جدول الوضع النسبي واخا ما نطلبش ليا. فوالا، لاحظوا واحد المساله بان هنايا راه عندنا موجب قطن، وبالتالي ما كاينش يعني نقاط التقاطع، ما كاينينش، لان الفرق لا ينعدم. اف دو اكس ناقص واي ما عمره يساوي صفر. فوالا، اذا هنا غادي ندير اف دو اكس، وهنا اف دو اكس موان واي، وهنا غادي نديرو الوضع النسبي. الوضع النسبي دونك هنا صفر، اذا ما معرفاش، وهنايا بلس لانفيني، دونك دائما موجب. وهنا غادي نكتبو اذا سي اف فوق دي. لاحظوا معايا بان هنا كي قلت لكم ما كاينش نقط تقاطع، فقط هذا فقط اختياري، اما الجواب راه جاوبت بهذه الجمله هذه، راه فقط راه جاوبت. ولكن واحد المساله اللي بين نشير ليها، الله يرضي عليكم، كون كانت عندي الوضع النسبي كيتبدل، مثلا فوق وشويه تولي تحتها، هنا لزاما خصنا نديرو جدول الوضع النسبي. علاش؟ لانه هو اللي كيبين لك نقاط التقاطع، لان 100% منين يتحول المنحنى من لتحت لفوق خصو يتقاطع معاه، وبالتالي غيكونوا نقاط تقاطع، ولكن سني با لو كا ايسي. داكوغ. الو، بقات لينا المحد الثاني اللي هو صفر بلس. اذا ندوزوس تا هو قال لك بين ان الليميت في صفر بلس هي بلس لانفيني واويل. هنا ما عطاونيش مساعده، هذا السؤال ثانيا. اذا غادي نتوقع كذلك بان غادي تخرج ليميت مباشره. اذا الليميت في اكس يؤول الى صفر بلس، لاحظوا هما تيديروا هاد لا نوتاسيون راه بحال بحال، سوا اكس هي ما نكتبهمش بجوجهم، هادي راه سيت اون دوبل نوتاسيون. صافي، فوالا، اف دو اكس كتساوي ليميت عندما يؤول اكس الى زيرو بلس ديال من؟ ديال اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس كاري زائد ال ال اكس سور اكس لو تو او كاري. غادي نعوض في الوسخ باش نشوف، مثلا هنا في البغيون زيرو ناقص واحد على جوج زائد واحد على، وهنا موجب اكس يساوي اثنان زيرو بلس زائد، وهنا الليميت ديال هذا اتونسيون، هنا الليميت غتكون موان لانفيني على زيرو بلس لو تو او كاري. هذا كيمشي بلس لانفيني، وهذا فين كيمشي؟ اللي لداخل بعدا، هذا غيمشي لبلس لموان لانفيني عفوا، ولكن الا رفعنا او كاري تا هو اذا كاملو هذا بيمشي لبلس لانفيني، اذا زايد ما لا نهايه زايد ما لا نهايه، والاخرين دونك بتكون النتيجه هي زايد ما لا نهايه. اذا شكل محدد، لان ليميت دونك التعليلات، هاد التعويض اللي درت هو اللي غنبينو المصحح. فوالا، و ليميت اكس يؤول الى بلس لانفيني عفوا زيرو بلس ديال واحد على اكس كاري هي بلس لانفيني. وتبع معايا هنا ال اكس سور اكس، هنا لاحظوا معايا فاش عوضت فرقت، دونك غادي نفرق، ما غاديش نعوض دقه وحده، ولكن غادي نعوض ال ان بوحده. داكور، زيرو بلس ديال ال ان، هذه النهايه الاتيه ديال اللي هي موان لانفيني، وهنا غادي نعوض عاوتاني فاش في واحد على اكس، يعني هذاك ال ان اكس سور اكس اعتبرته كجداء، هي ال ان اكس في واحد على اكس هنا. داكور، فوالا، اذا اللي هي شحال؟ اللي هي بلس لانفيني، عفوا، نعم، اللي هي بلس لانفيني اكزاكتومون. اذا الداخل بتكون عندنا موان لانفيني مضروبه في بلس لانفيني شكل محدد، راه موان لانفيني في الضرب كيكون شكل محدد، هذاك الشكل غير محدد الى عندنا المجموع ديالهم. صافي، عفوا، الى عندنا المجموع ديالهم هو اللي فيه مشكل، اما الضرب ما فيهش مشكل، الضرب كيعطينا موان في البلس يعطينا موان، موان لانفيني في الضرب بشكل محدد. اذا النهايه هنايا، دونك تاويل النتيجه راه بسيط، شنو غادي يكون؟ غادي يكون عباره عن مقارب. نعم، اذا تاويل هندسي، تاويل هندسي سي اف يقبل مقاربا. دونك غادي مثلا تلفت
نخليه والمعادلة ديالته تنعرفها، دونك هي اكس كتساوي زيرو. علاش؟ لأن الشكل تليميت هو هذا، صافي. المهم تنشوف انا هاد الجناب، هاد الجوج، هاد الجوج نتائج، وحده فيهم كتكون لانفيني اخرى لا. هادي اللي فيها لا دونك هي هادي، دونك المعادلة المقارب هي اكس كتساوي زيرو. كو كانت هنا العكس غادي نديرو ايكغيك كتساوي. اذا كي داير هاد اكس يساوي اكس، يعني دايز من اكس، يعني المستقيم غيكون عمودي. راه هو هذا نيت، هو محور الارتيب. اذا نقولو عموديا بجوار، الو فين انا خدام؟ تحت الليميت اكس فين غادي؟ غادي لصفر بلوس. اذا بجوار الصفر على اليمين، ده هو الجواب. داكور، الو دن نرجعو عاود تاني. دابا فوالا ندوزو السؤال الثالث، ثالثا اليه ديال الرتبة، بين ان مهما يكون فوالا اف بريم هي جي دو اكس على اكس اس 3. اذا ده السؤال الثالث كنظن، نعم السؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الثالث، اذا لدينا عفوا مما يكون اكس في المجال 0 بلس لانفيني، غادي نحتاج الاتصال. علاش؟ لان عندي في الاخر عندي الدالة اف، دونك غادي نضرب عصفورين بحجر واحد. دونك اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على اكس كاري زائد ln اكس سير اكس لو تو او كاري. هنا عندنا جوج عفوا، فوالا. دونك لاحظوا معايا هاد الدالة اف دو اكس عبارة عن مجموع ديال دالة حدودية مع دالة جذرية مع اولا دالة مقلوب ولا دالة جذرية مع خارج دالتين قابلتين للاشتقاق، متفقين؟ دونك عندنا لو شوا، سوا نبينو الاشتقاق ونستنتجو به الاتصال، سوا نبينو الاتصال في الاخر، داكور؟ ما عندناش مشكل. الوغ غادي نحسب انا المشتقة ديريكت. دونك اف بريم كتساوي، دونك هنا عندنا فرق مجموع ومجموع، دونك واحد ناقص صفر زائد هاد واحد على جوج اكس كاري. غادي نستعمل هاد القاعدة، واحد على او بريم هي ناقص او بريم على او كاري، والاخرى غادي نستعمل عندي الاختيار، سواء نحولها الى جداء وتخدمو بالجداء، سواء نخليها على شكل خارج. دونك هادي غادي نخدم ب او فوا في بريم، سواء نخليها ونخدم ب او على في. و دونك نتوما عندكم لو شوا، اذا او بريم فوا في، وهنا بلس او فوا في بريم، وهنايا او بريم فوا في ناقص او فوا في بريم على في او كاري. دونك فوزافي لو شوا لي بغيتو كون فو فولي. المهم الانسان خصو يكون ضابط هاد القواعد عفاكم. الوغ نبداو بعدا بهادي. او هي جوج اكس كاري، غادي نستعمل هاد الاولى. اذا ناقص جوج اكس او كاري بريم على جوج اكس او كاري لو تو او كاري الاولى، زائد هنا عندي عفوا هادي ما عنديش الين اكس سور اكس بوحدها، عندي لا بويسونس دو. دونك غنستعمل او اس 2 بريم، هي جوج او بريم في او كنقص الاس بواحد، هي جوج ناقص واحد هي واحد. دونك هي جوج او بريم فوا او، جوج فوا الين اكس سور اكس بريم فوا الين اكس سور اكس تساوي واحد ناقص. دونك هنايا هاد الصفر ميطير، هادي المشتقة ديالتها بتهبط جوج، دونك بتلقى مع جوج بتولي ربعة، ربعة اكس، والتحت هي ربعة اكس أس ربعة. مزيان، راني جاي ليها غادي نختزلها لتحت، زائد جوج. هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نخدم بالجداء أحسن، صافي. دونك الين بريم فوا ان سور اكس زائد الين فوا ان سور اكس بريم، متفقين؟ هادشي فوا الان اكس سور اكس تساوي واحد ناقص. انا غنختزل بربعة مع ربعة، و اكس مع اكس لابيسونس كاتر هي واحد على اكس تلاتة زائد جوج. شنو هي الان بريم؟ هي واحد على اكس. دونك هنا واحد على اكس اتنان
ناقص دونك ln x على x ستنا fois ln x sur x تساوي دان انا واحد المقامات بx اس 3 هنا واحد دونك باش تولي x باش تولي واحد خصني ندير x اس 3 x اس 3 على x اس 3 هي واحد ناقص واحد لان ديجا عنده المقام زائد جوج اتونسيون شوفوا معايا هنا انا اكس كاري اكس كاري مقام موحد دونك نقدر نجمع هادو في هادو في اكس كاري وحده وهذيك اكس كاري بتضرب مع هاد اكس بتولي اكس اس 3 والفوق بيبقى لنا واحد ناقص الان اكس عامل الان اكس فوالا ننشر هذاك الشيء اللي الفوق هي اكس اس 3 ناقص واحد زائد جوج الان اكس ناقص جوج ln اس 2 ديال x مقسومة على x اس 3 وهاد الدالة الفوقانية راه هي جي دو x فوالا اذا غادي ندير هنا دونك f بريم لا كونكلوزيون فينال مهما يكون x ينتمي الى المجال 0 بلس لانفيني نتاكدوا واش هذيك هي جي فريمون واش هي جي هانتوما اكس ناقص اكس اس 3 ناقص 1 ناقص جوج الين جوج الين كاري زائد جوج الين اكس ناقص جوج الين كاري زائد جوج هي هاديك هي هاديك جي دو اكس فوالا السؤال الموالي غادي يكون على الرتابة 100% بين ان الدالة اذا قالك بين انها تناقصية وانها تزايدية على هذا المجال عاد ثم بعد ذلك قالك ضع جدول التغيرات الوغ بين ان اف تناقصية هنا غنخدمو بهاد جدول الإشارة ديال اللي درنا ديال الدالة جي اللي هو في أولا كبيرة لوبجيكتيف ديال أولا كبيرة دونك عفوا شوفوا رقم السؤال هنايا دونك هو ثالثا ب ثم جدول التغيرات إذا ثالثا ب لو تخوازيامون تخوا بي ألوغ حسب أو لا عفوا لدينا مهما يكون إكس في المجال 0 بلس لانفيني اكس اس 3 اكبر موجب اكبر قطعا من صفر اذن اشارة اف بريم دو اكس هي اشارة دائما هذه الجملة خصنا نسبقوها دونك هي اشارة جي دو اكس عفوا اشارة جي دو اكس على المجال 0 بلس لانفيني وحسب السؤال او لا الجزء الاول حسب الجزء واحد على المجال 0 واحد عفوا هنا مغلق كيفاش لقينا جي جي دو اكس لقيناها سالبة إذن فإن f بريم بما أن قلنا راه عندهم نفس الإشارة تكون تاي سالبة إذن ومنه f تناقصية على المجال 0 واحد صافي على المجال واحد بلس لانفيني كيفاش لقينا جي لقيناها موجبة إذن f فريم كيفاش بتكون بتكون موجبة ومنه بما ان اف بريم موجبة على هذا المجال اذا اف بتكون تزايدية فوالا تزايدية على المجال اللي هو واحد بلس لانفيني فوالا ندوز السؤال الاخير اللي هو جيم اللي هو جدول التغيرات اذا جدول تغيرات اف جدول التغيرات اللي هو مهم بزاف لان كيعطينا بزاف المعلومات ومن اهمهم الممسات الافقيه اللي ما كيبانوش لنا في الدراسه فوالا فوالا اكزاكتومون ونديرو هنا اكس ونديرو هنا اف بريم دو اكس ونديرو هنا اف ولا اف دو اكس دونك 0 بلس لانفيني هنا غير معرف ما نساوهاش فكم سورتو في الالين الداله الالين اتونسيون راه كيكون فيها مشكل في الصفر دونك دائما غير معرفه هنا في واحد
اف بريم تاعنا عادي، من هنا سالبة هنا موجبة، اذا هنا بتكون داك خواسونت وهنا كخواسونت، هنا تناقصية تزايدية. الصورة ديال واحد الوغ الى رجعنا غادي نلقاوها هي واحد، وهنا لي ليميت اللي لقيناهم اذا بلوس لانفيني ولقينا بلوس لانفيني. اذا لاحظوا معايا بان هنا ملاحظة، واخا ما تكتبوش هذه نهار الامتحان، ولكن انا فقط كتبت لكم هنا سي اف غادي يقبل يقبل مماسا افقيا في فين في النقطة اللي كتنعدم فيها اف بريم، يعني هنا في عند ولا في النقطة للإحداثية الجولة واحد واحد. فوالا هذه فقط هي ملاحظة. إذا بقى لينا دابا فقط كنظن إنشاء نعم المنحنى، ودي الوحدة قال لك هي واحد سنتيمتر. إذا هذا في السؤال الرابع، السؤال رابعا فوالا. هنا غادي ندير بعين الاعتبار انني ما عنديش لابارتي السالبه، اذا غادي نعتمد بزاف على لابارتي الموجبه. دونك ضروري خصني نبين الوحده اللي رضي عليكم. دونك هنا زيرو واحد واحد، هنا النقط اللي مهمه. دونك كاينه النقطه واحد واحد اللي فيها المماس المماس الافقي. فوالا غادي نرسم المماسات. دونك مماس هذا مماس افقي، وكاين المستقيم دي. المستقيم دي غادي نديرو ليه جدول القيم. اذا المستقيم دي اللي هو المعادله ديالتو ايكغيك تساوي اكس ناقص واحد على جوج، غنديرو ليه جدول القيم باش نمثلوه. غادي نحتاجو جوج نقط صافي، لانه داله تالفيه هنا اكس ايكغيك. دونك غادي ناخدو القيمه صفر غادي نلقاو ناقص واحد على جوج، ولا خدينا القيمه واحد غنلقاو واحد على جوج. اذا صفر ناقص واحد على جوج، اذا غيدوز من هاد النقطة هادي، و واحد واحد على جوج، اذا غيدوز من هاد النقطة. اذا هنا ضروري خصها ماركي واحد على جوج. اذا المستقيم غيكون على الشكل التالي، وغادي نرسم فقط الجزء اللي كيهمني اللي هو بجوار بلوس لانفيني فقط. لاحظوا معايا اذا هنا غادي نشوف بالنسبه لجدول التغيرات. اذا المنحنى غيتم جاي من بلوس لانفيني من الفوق يعني، ولكن غيتم جاي بطريقه مقاربه للمحور الاراتي، وغادي يهبط غيتضرب مع المماس، ومني غادي يطلع بلوس لانفيني غيطلع الثاني مقارب للدي. اذا المنحنى غادي يتم جاي مقارب فوالا، وغادي تضرب، ولكن ملي غادي يطلع غادي يكون مقارب فوالا تقريبا. دي نعاود ناجوستيه مزيان. دونك دونك هنا غادي يكون مقارب فوالا، ولكن ملي غادي يطلع غادي يطلع دون فاسون باش غادي يولي مقارب تقريبا فوالا. فوالا تقريبا لاحظوا معايا انا راه ما متقاطعين ما متقيسين ما والو. اذا هذا هو السي اف، وهنا غادي نديرو المستقيم دي اللي مطلوب لينا فوالا تماما. ندوزو دابا اذا المرحله المواليه. الملاحظات اللي بنقول هي ان ما نساوش الله يرضي عليكم هاد المعلومات داكوغ. انا اللي نزيد كاع هاد المقسوم اللي كيعطيونا يعني التوجيه او صفر واحد واحد تدريجات والنقط الاساسيه. اذا نديرو لهم لي كوردوني اسي. دونك اذا داكشي نحاولو نقادوه مزيان فوالا. اذا ندوزو للمرحله المواليه. لا نعم اللي هي دونك كنظن
كتعلق بالمثدثيات. إذا نشوفوا الجزء الأخير. نعم، أولى قبل كل شيء الوضع النسبي اللي هو نحتاجه في المثدثيات. نعم، إذا الجزء الأخير اش فيه؟ قالك ثالثة كبيرة أو دونك ضروري من هذا الوضع النسبي، ولكن هذه المرة مع المستقيم Y يساوي X ماشي مستقيم دي. نعتبر الدالة العددية H المعرفة على صفر بلس لانفيني بما يلي: H دو X هي F دو X ناقص صفر ناقص X باردون. أولا ألف، أولا ألف تحقق من أن دونك هذه الأسئلة بسيطة فقط باش تعرف بأن راه كتنعدم في واحدة دوز الهدف من هذا السؤال. داكور، دونك شنو هي H H دو واحد؟ تو سامبلومون هي F دو واحد ناقص واحد. وحنا كنعرفو اف دو واحد راه هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو. فوالا السؤال بقى في الشكل جانبه السي اش هو التمثيل المبياني للدالة. حدد اشارة اش على كل من المجالين ثم استنتج. اذا هنا عطاونا كمعلومة على اش، عطاونا التمثيل المبياني، وبالتالي غادي نستعنو بالتمثيل. اذا انطلاقا من التمثيل المبياني، من التمثيل المبياني للسي اش، انطلاقا من التمثيل المبياني شنو عندنا؟ عندنا السي دونك على المجال صفر واحد، اذا على المجال صفر واحد تلاحظوا بان المنحنى في هذا المجال هذا، دونك انا باش يبان لكم مزيان في هذا المجال هذا كنلاحظوا بان المنحنى سي اش فوق محور الافاصيل. اذا غادي نكتبوها، اذا سي اش فوق محور الافاصيل يعني ان ماذا؟ يعني ان اش كي دايره اش دو اكس موجبه، يعني اف دو اكس ناقص اكس كيفاش لان اش اف دو اكس كيفاش بتكون هي، ومنه اف دو اكس بتكون اكبر من اكس. ولكن بلاتي اسمحوا لي رجع السؤال. قال لك هو التمثيل حدد اشاره اش لاكس ثم استنتج انه لكل اكس. اذا فينالمون بغاو ما فقط على هذا المجال، اذا ما عليناش ما عليناش، غادي نحيد هادي فوالا، غادي نخليو هي الإشارة. وعلى المجال الآخر، على المجال واحد بلس لانفيني، هي سي اش تحت محور الأفاصيل. نعم، وهادشي كتلاحظوه في التمثيل المبياني. دونك لاحظوا معايا في هاد المجال دابا، هنا في هاد المجال اللي بالليموني، دونك لاحظوا بأن السي اف ولا لتحت. نعم، إذا يعني ان اش دو اكس كيفاش بيكون؟ بيكون سالب. وحنا جاوبنا على الشق الاول من السؤال. استنتاج، اذا الشق الثاني هو استنتاج. لدينا احنا بغينا المجال واحد بلس لانفيني، مهما يكون اكس في المجال واحد بلس لانفيني اش دو اكس بتكون سالبه، اذا تكافئ f دو x ناقص x سالب، ومنه دونك كيفاش بيكون f دو x مع x؟ f دو x بيكون اصغر من x. علاش هما بغاو فقط هذا المجال؟ لان المتتاليه من بعد غتكون معرفه فقط على هذا المجال، وهادشي اللي كيبان لينا من هنا، كيبان لينا بان u n السؤال الاول محصور بين واحد و e. فوالا، اذا احنا لقينا النتيجه اللي هي نقطة 3. فوالا، دونك حنا ما بغيناش كاع حنا الوضع النسبي في ذاك المجال الاول، ولكن معليش طلبوا لنا الاشاره. ندوزو السؤال الثاني اللي هو في المثدثيات. نعتبر المثدثيه التاليه ثانيا الف، هذا السؤال اسئله كلاسيكيه اولا بين ان يو ان، دونك هذا السؤال كيخرج بالترجع. اذا شنو هو يو زيرو؟ يو زيرو هو او. دونك اذا المراحل ديال الترجع من اجل ان يساوي صفر لدينا، اذا يو ان يو زيرو عفوا هي او، و او صغر او تساوي من او، وكبر او تساوي من واحد. اذا العباره صحيحه.
صحيحة من أجل ان كتساوي زيرو. دابا الافتراض ليكون ان بعد من ان تنفيكسي واحد لو ان، نفترض ان يو ان محصورة بين واحد و او، ياك عفوا هنا او، ونبين ان هاد العبارة اللي بغينا نبينو نبين انها صحيحة يو ان زايد واحد، يعني يو ان زايد واحد محصورة بين واحد و او تاهي. الوغ لدينا هنا كاين بعض التلامذة اللي كيمشيو كيأثرو، كياخدو التعبير ديال يو ان زايد واحد ويبدا يأثرو، لا تو سامبلومون غادي نخدم فقط بالرتابة ديال اف. اذا لدينا حسب السؤال اللي درنا فيه الرتابة، ناتي نرجعو فينا السؤال اللي درنا فيه الرتابة، هو السؤال ثالثا ب اللي هو في الجزء، اذا خصنا نذكرو بجزء، الجزء الجزء الثاني. لدينا حسب السؤال ثانيا ثالثا ب اف كي دايره في هذا المجال هذا من واحد ل ان، من واحد لبلوس لانفيني كنعتقد اننا لقيناها تزايديه، تزايديه قطعا او لا تزايديه تو سامبلومون على المجال واحد بلوس لانفيني. نعم، اذا يو ان محصورة بين واحد و او تستلزم الى دخلنا اف، دونك الى دخلنا اف عليهم، لان واحد و او كاملين داخلين في هذا المجال ما غاديش يتغير الترتيب لان الدالة تزايدية، كون كانت الدالة تناقصية غادي نقلبو الترتيب ديال هاد الجوج. داكور فوالا، دونك الصورة ديال واحد هي واحد و اف دو يو ان زايد واحد، اف دو يو ان هي يو ان زايد واحد تو سامبلومون. اذا شنو هي اف دو واحد؟ غادي نحسبوها دونك جو رابيل اف دو اكس هي اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس كاري زائد ال ان اكس سور اكس لو تو او كاري. فوالا، دونك الى درنا اف دو او شابه تعطينا، تعطينا هي او ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج او سي اتنان زائد ln دو او، ln دو او هي واحد على او الكل اسي اتنان. متفقين؟ دونك واحد على او اسي اتنان الى زدنا الى دونك هادي هي او ناقص واحد على جوج زائد كومبيان، دونك واحد على او اسي اتنان زائد هي جوج هي تلاتة على جوج او اسي اتنان. اذا خصنا نكومباريو دابا هاد الجوج هادو، شكون اللي فيهم دونك شكون اللي فيهم موجب شكون اللي فيهم سالب. الوغ باش نكومباريو هاد الجوج غادي نديرو الفرق ديالهم. داكوغ، دونك يستلزم ان يو ان زائد واحد دونك محصورة بين واحد وبين، دونك هاد الصورة غادي نحولها على شكل فرق، هي او ناقص عامل واحد على جوج ناقص تلاتة على جوج أسي اتنان. ألوغ يكفي نبينو بأن هاد العدد موجب. داكور، داكور، علاش هاد العدد موجب؟ دونك باش نكومباريوهم غادي نوحدو المقامات بيان سور. دونك هو لدينا واحد على جوج ناقص تلاتة على جوج أو كاري، غادي نوحدو المقام، هي جوج أو كاري هو المقام الموحد، دونك أنا غادي تكون أو كاري ناقص تلاتة، أو بيان سور أو كاري ناقص تلاتة هذا راه موجب، فوالا، لأن أو تتساوي تقريبا، كتساوي تقريبا جوج فاصلة سبعة كنظن، اكبر من جذر 3 اللي هي واحد فاصله. دونك الا رفعنا او او كاري مع جذر 3 او كاري غنلقاو او او كاري اكبر من 3. متفقين؟ اذا هذا العدد موجب، ومنه دونك يو ان زائد واحد بتكون اكبر من واحد، بتكون صغر من او ناقص هذا العدد. اذا هذا الفرق هذا
E إلى حيدتي منه شي عدد موجب راه بيكون صغر من E تو سامبلومون، صافي. أي عدد حيدتي منه عدد موجب راه كيكون صغر من نفسه، يعني وبالتالي دونك فينالمون غادي نستنتجو بأن U n زايد واحد، أنا كنحاول نخدم ماتيماتيكمون، داكور ماتيماتيكمون، سيتادير تنحاول نبرهن بلا ما نستعمل لا كالكولاتريس لا حتى شي حاجه، دونك فقط جوست بالحساب. اذا المرحله الاخيره، دونك حنا راه صافي بينا بان يو ان زيد واحد مصوره، اذا استنتاج حسب البرهان بالترجع ضروري هذه الجمله هذه، البرهان او الاستدلال بالترجع. اش كنديرو؟ كنعاودو ديك العباره اللي مطلوبه منا، مهما يكون ان ينتمي الى ان، دونك بينا بان يو ان محصوره بين واحد وبين او. فوالا، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، بين ان المتلية التناقصية يمكنك استعمال نتيجة السؤال 3 واحد باء. نعم، اذا هذا السؤال باء ديال غادي نستعملوا الوضع النسبي اللي بيناه. الو، باش نبينو الرتابة، دونك شنو غادي نديرو؟ عفوا، إذا هنا أبخي، فوالا، لدينا إذا يو إن زائد واحد ناقص يو إن، لاحظوا معايا أنا خدمت بإن متغير، إذا خصني المكمم ديالو مهما يكون إن، يو إن زائد واحد هي إف دو يو إن حسب المعطيات، دونك لي عندنا، إذا بينا نقارنو بين يو إن، ألو، وبما أن أو لا، حسب السؤال السابق، السؤال السابق اللي هو السؤال أليف، دونك أشنو بينا؟ بأن يو إن مهما يكون إن من تنتمي إلى إن، يو إن تنتمي إلى المجال واحد أو، راه بحال قلنا يو إن محصورة بين واحد أو، وأيضا ولدينا أيضا حسب السؤال اللي قالوا لنا هما اللي هو السؤال كنعتقد 3 1 باء، شفتوا لا ريفيرونس، دونك كامله 3 1 باء، 3 1 باء، مهما يكون اكس، اتونسيون دابا، مهما يكون اكس في المجال 1 بلس لانفيني، اشنو عندنا؟ اف دو اكس اصغر من اكس، يعني ان هذه صحيحه لكل عدد اكس كاين في المجال 1 بلس لانفيني، اذا وبالخصوص هذاك اكس غنقدروا نعوضوه ب ان، لان يو ان كتنتمي لهذا المجال، لان يو ان كلهم كاينين في واحد او، اذا نعوض دونك نعوض اكس ب يو ان، فنجد ان مهما يكون ان ينتمي الى ان، دونك اف دو يو ان كي دايره صغر من ان، صغر من يو ان عفوا. علاش عندي الحق نعوض هنا؟ قلنا نعاود نقولها اكس بي يو ان، لان يو ان كاملين كاينين في المجال واحد او، ومنه يو ان بلس 1 موان يو ان، دونك بما ان اف دو يو ان صغر من يو ان، اذا هذا الفرق كي غادي يكون سالب، هادشي لكل ان ينتمي الى ان، وبالتالي اذا يو ان المتساليه يو ان كي غادي تكون تناقصيه. فوالا سي بون. إذا السؤال الكلاسيكي الأخير، استنتج أن متقاربة ثم حدد نهايتها. إذا استنتاج التقارب، هذا السؤال كنظن سؤال جيم. نعم، إذا غادي نقولوا لدينا يو إن جملة معروفة تناقصية كتمشي مع أش مصغورة، أتونسيون إذا كانت تزايدية ومكبورة، تناقصية ومصغورة بماذا؟ بواحد، إذا فهي متقاربة. فوالا، هادي هذا الجزء الأول من السؤال، أنا نديرو ليه واحد ليطوال، وهنا ليطوال حساب ليميت ديال يو ان، بيان سور عندما يولي ان إلى بلس لانفيني، بلا ما نديروها راه باينة، نحتاجو نقولوها. إذا نضع أول حاجة المجال اللي غنخدم عليه هو المجال اللي خدمنا فيه في المتتالية، اللي بينا المتتالية محصورة أو الحدود المتتالية محصورة فيه، نضع نعم. إذا غنبينو بعد أول حاجة الاتصال ديال إف، لدينا مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال إي،
شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس كاري زائد ln اكس سور اكس. وهنا غادي نمشي بإطاب إطاب. اول حاجة غادي نحاول نبين هذا التعبير. فوالا، اذا اول حاجة لدينا اكس نربط ln اكس دالة لوغاريتمية، دالة لوغاريتمية نيبيرية بطبيعة الحال، الدالة اللوغاريتمية راه معرفة، النيبيريا لأن كاينة وحدة هي هاديك النيبيريا، إذا قابلة للاشتقاق على مجموعة مجال تعريفها اللي هو زيرو بلس لانفيني، وبالخصوص بالخصوص اش اي اللي نزيدو هنا. فوالا استفدنا هاد ليسباس. و اكس نربط اكس مال هذا دالة حدودية قابلة للاشتقاق ولا تنعدم على المجال على اي. اذا فينالمون ممكن نقول بان ln x sur x، اتونسيون هذه ليست دالة جذرية، الدالة الجذرية خص يكون عندك حدودية على حدودية، هنا غادي نعتبرها كخارج دالة قابلة للاشتقاق. اذا مال هذه؟ قابلة للاشتقاق على اي. ومنه إذا كانت دالة قابلة للاشتقاق راه المربع ديالها تا هو بيان سور قابل للاشتقاق. فوالا صافي. ألوغ و إكس نربط إكس ناقص واحد على جوج دالة حدودية، و إكس نربط واحد على جوج إكس كاري دالة جذرية، إذا قابلتين للاشتقاق. عفوا مشيت انا مع الاشتقاق دونك هنا، اذا متصله، انا بغيت غير الاتصال، متصله راه نفس الخدمه، لاحظوا معايا نفس الخدمه راه فقط ولا تنعدم. دونك هنا متصله، عفوا متصله، نعم متصلتين على مجموعه تعريفهما اللي هما شكون دونك اللي هما دونك مجموعة التعريف، ولكن راه اي ضمن هذوك مجموعة التعريف. ومنه ختاما غادي نديرو هنا دونك غادي نديرو اف متصلة على اي كمجموع دوال متصلة فوالا على اي بيان سور، مجموع ديال ثلاثة ديال الدوال متصلة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو اف دو اي ضمن اي، دونك اف ديال المجال المجال اللي عندنا هو واحد او. فوالا واحد او راه فايت لينا حسبناه، هو دونك غادي نديرو بعدا اف دو واحد اف دو او اللي هو واحد او ناقص واحد على جوج ناقص دونك نقدرو نديرو هنا جوج او سي تنان وندير هنا او سي تنان ناقص تلاتة. فوالا وهذا ضمن واحد او، غادي نكتبو هنا لأن او سي او اس تلاتة ناقص تلاتة او سي تنان، عفوا ممكن الرجوع إلى الى الوراء باش تعرفوا الخدمه اللي دونك كيفاش حسبت هذه الصوره، راه كاينه في لابارتي ديال الترجع اللي فيها الفرضيه الترجع. مال هذا موجب و اف تزايديه على المجال دونك تزايديه على اي، راه باش نجوستيفي علاش بقى نفس الترتيب. دونك هذه الشرط، الشرط الاخير اللي هو او زيرو، دونك او زيرو كيساوي او خص يكون تا هو تنتمي للمجال اي فريمون. وغادي نزيد هنايا وغادي نقول وبما ان او ان متقاربه، راه بينها متقاربه، فان نهايتها هي حل المعادله اف دو اكس تساوي اكس على اي على المجال اي على اي اللي هو نزيد نوضحو باش يبان المجال واحد او. داكور دونك هنا نقدروا نحلوا هاد المعادله، نقدروا اللي بغيتوا انا ما عندناش مشكل، نقدروا نرجعوا للوضع النسبي اللي بيناه بينا قبيله بالنسبه للفرق. الوغ
فاش حسبنا الوضع النسبي لقينا دونك اف دو اكس مون اكس هي دونك فوالا بزاف كاين بزاف ديال الطرق دونك تكافئ ان اف دو اكس مون اكس كتساوي صفر تكافئ اش دو اكس كتساوي صفر بمعنى اننا كنقلبوا على النقاط اللي كيتقاطع فيهم اش مع اش مع مع محور الافاصيل كنلاحظوا من انطلاقا من التمثيل البيبياني كاين نقطه واحده اللي غيتقاطع فيها محور الافاصيل هي واحد هي الافصول ديالها هي واحد متفقين اذا مبيانيا اذا مبيانيا حلول اش دو اكس كتساوي صفر هي افاصيل نقاط تقاطع ماذا تقاطع سي اش مع محور الافاصيل لدينا اذن اكس تساوي واحد ومنه ليميت ديال يو ان دونك هي واحد هنا ان يؤول الى بلس لانفيني لاحظوا معايا دونك الى رجعنا مي بيان الحلول هي افاصيل نقط التقاطع افاصيل نقط التقاطع اذا كيتقطع معها في نقطه واحده اللي هي ها هي اللي افصلها واحد ورتبها بيان سور هو زيرو اذا هي النهايه فوالا الطريقه الاخرى دونك ممكن نهضروا على التقاطع ديال اف دي اكس مع اكس ولكن ما درناش الوضع جدول الوضع النسبي وبالتالي غادي نخدموا حنا فقط بالمعطيات اللي عندنا اللي هي اش كذلك نجد من الصعوبة أننا نخدمه بالفرق لاحظوا معايا إلا مشيتو إلا ما خدمتوش بهذا التأويل المبياني نفترضوا بينا نمشيو نحسبوا مثلا اف دو اكس موان اكس هانتوما جبريا دونك اف دو اكس هي اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج اكس او كاري زائد الان اكس سور اكس لو تو او كاري كتساوي زيرو هادي هي اف دو اكس ولكن لا حيدنا اكس لا نقصنا اكس بيولي هنا المعادلة كتساوي صفر صعيب أنك تحل هذه المعادلة كتساوي صفر أو مستحيل أنك تحل هذه المعادلة لأن عندنا فيها آلان و دونك ميمكنش نحلها جبريا وبالتالي الحل تكون حل مبياني حل اللي بسيط إذا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا ولا عندكم شي ملاحظات ولا شي أسئلة ما ترددوش أنكم تحطوها لتحت شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.